الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للمؤلف نفسه تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، وهو أصل الكتاب السابق الإلمام، وهو كتاب كبير حافل. كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام، مؤلفه تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. توفي ابن دقيق العيد سنة 702 للهجرة. تبلغ أحاديث الإلمام 1291 حديثا. انتقاه مؤلفه من كتاب كبير له اسمه الإمام، سوف نذكره بعد هذا الكتاب إن شاء الله. وقال في أول الإلمام: وشرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه النظار. يعني يذكر في الحكم على الحديث حكم أهل الحديث وأهل الفقه، وهذا صنيع حسن رحمه الله. عاشرا: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للمؤلف نفسه تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، وهو أصل الكتاب السابق الإلمام، وهو كتاب كبير حافل، لكن فقد أكثره، أكثر الكتاب فقد، وجدوا منه مجلدا واحدا مخطوطا، فطبع هذا الموجود منه في 4 مجلدات تنتهي إلى أثناء أبواب الصلاة، يعني لا زال في البداية، ومع ذلك فقد ذكر عددا كبيرا من الأحاديث. الكتاب فيه توسع في الحكم على الأحاديث وعلى رواتها، وقد يتكلم على غريب الحديث، ويعنى كثيرا بضبط أسماء الرواة.